طيب الدرس الثالث قال أركان الإيمان، وهي أركان الإيمان ستة، لذا وهذه هي أركان العقيدة. لذلك قال الفوزان في عقيدة التوحيد في العقيدة الصحيحة قال العقيدة لغة من العقد وهو ربط الشيء، واصطلاحا قال العقيدة اصطلاحا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فعرف العقيدة بأركان الإيمان. أن تؤمن بالله، الإيمان بوجود الله. في ناس قالوا الكون ده ما فيه رب، واحدين قالوا أي شيء هو الله، أي شيء الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة. وقالوا التوحيد يعني الكون ده كل واحد الله بس. شوف اللخبطة دي كيف. فرد عليهم شيخ الإسلام بحجج قوية، منها قال الذي لا يعتقد عقيدتكم، هزول ما بيعتقد عقيدتكم دي مخالفكم، ده الله بس برضو ولا ده منكر؟ ده منكر، يبقى ده ما الله، يبقى أثبتوا في كون قلتوا ده الله وده ما الله، يبقى في فرق بين الخالق والمخلوق. وألزمهم بلوازم كثيرة جدا، لوازم كثيرة جدا، الشياطين والجن والنجاسات والخنازير وأشياء كثيرة ألزمهم بها. ما يمكن أصلا أن تتساوي بين الخالق والمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، يقول إن الله لقوي عزيز، هذا ذا اللي بيتلموا يبقوا سوا، هو ذا اللي بيصدقهم. ولو الكون ده كله الله معناه ما في كافر ومسلم، صح ولا ما صح؟ ما الكون ده كله معناه ما في زول بيخش الجنة وزول بيخش شنو النار، ومعناه ما في زول طفل وزول كبير، ومعناه لوازم كثيرة جدا يا وأشياء كثيرة غريبة. والله الذي لا إله غيره اعتقدها أقوام ينتسبون إلى الإسلام وهم براء من الإسلام والإسلام منهم بريء بريء. وأن تؤمن بربوبية الله، أنه الرب، الرب الله، الرب الرب الخالق المالك المدبر، تؤمن بأفعال الله وأن تفرده بهذه الأفعال، أنه الخالق، الله خالق كل شيء، وأنه المالك، قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده الملك، وأنه المدبر سبحانه وتعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب وأن تؤمن بألوهية الله، طالما هو الرب يبقى تؤمن إنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ما هو رب الكون يبقى هو يعبد وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، الله سبحانه وتعالى عنده أسماء حسنى وله صفات علا، فهذه الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالله. الله عنده أسماء الرحمن الرحيم الرزاق إلى آخره، وتسمي الله بالأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، ما بتسمي من رأسك ساي. وله صفات علا، هو متصف بصفات الكمال منزه عن صفات شنو النقص سبحانه وتعالى، منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. عشان كده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رد على أولئك الذين ينفون العلو
أنهم شبهوا أولا أو لا يشبهوا بين استواء الخالق واستواء شنو؟ المخلوق. واستود على الجودي فإذا استويتم عليه. وشبهوا بين استواء الخالق الرحمن على العرش شنو؟ استوى. قال فهؤلاء اختلط عليهم الأمر. الذي يستوي على السرير، السرير أكبر منه وهو محتاج إلى هذا السرير، وهو أصغر من السرير وهو ملامس له. قال أما الله تعالى فهو أكبر من العرش، الله تعالى أكبر من العرش، وعرشه له ساق، العرش له ساق. قال ابن تيمية في المجلد الخامس وهو بعنوان الأسماء والصفات الجزء الأول، قال والله تعالى غني عن العرش لا يحتاج إليه ولا يقله العرش، بل العرش وما تحته بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو مبائن للعرش، مبائن له. قال فالله تعالى مبائن للخلق، ليس هو في شيء من مخلوقاته، وليس من مخلوقاته شيء في ذاته سبحانه وتعالى. فهمت المسألة؟ فأنت بتستوي على الحصان تركب فيه، أنت محتاج له وملامس له، لكن الله ما محتاج للعرش. وإذا قيل الرحمن على العرش استوى فلا يفهم أن الله محتاج إلى العرش، بل هو فوق العرش مبائن له، والعرش وما تحته محتاج إلى الله، لا أن الله محتاج إلى شنو؟ إلى العرش. شكيه الصحابة لما بعضهم سأله قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء قبله، ثم بعد ذلك خلق الله تعالى العرش، كما قال ابن القيم رحمه الله قال العرش قبل القلم، فخلق الله العرش وخلق القلم فخلق الأرض ثم استوى فخلق السماوات. قال السعدي فخلق الأرض قبل شنو؟ السماوات. فلما خلق السماوات دحى الأرض، يعني دحى الأرض بعد خلق شنو؟ السماوات، لكن خلق الأرض قبل أن يخلق شنو؟ السماوات. طيب، قال والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بوجودهم في ملائكة، ما يقول لك ما في ملائكة، أي زول يقول لك ما في قل لا أصبر، بس بيجي الموت بنشوف أنت بتموت بكتمة نفس ولا بتشوف حاجات جايات، تشوف حاجات نازلة لك، حاجات دي تماما تباه في الدنيا، ملائكة أجنحة تتورد تقول يا زول الشغلة دي طلعت جد ما أصلها جد، بعدين تتورد ساي خليك تؤمن نفسك. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، أسماه الرب العزة والجلال ولا سماه النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم وبأسمائهم جبريل ميكائيل إسرافيل إلى آخره. ومن لم يسمهم الله تعالى ولم يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم إجمالا إنه في ملائكة. الثالث الإيمان بمن علمنا أو بما علمنا من صفاتهم، يعني الملائكة من صفاتهم أنهم يتمثلون وأنهم لهم أجنحة إلى آخره. طيب، الإيمان الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، عندهم أعمال برضو نؤمن بهم وبما علمنا من أعمالهم. فبعضهم يقبض الأرواح كملك الموت، وبعضهم يسوق السحاب
وبعضهم يسأل الموتى وبعضهم وبعضهم. ثالثا الإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلها الله تعالى، الإيمان بأن نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، واحد. الإيمان بما علمنا اسمه من هذه الكتب كالقرآن والتوراة والزبور، والتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب كلها. ثالثا تصدق الأخبار التي جاءت في هذه الكتب والتي صدقها القرآن. رابعا الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، الإيمان بأن رسالتهم حق. شوف لو كذبت رسولا واحدا كذبت جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا رسولا واحد. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى وداود ونوح إلى آخره. ثالثا تصدق ما صح عنهم، أي من أخبارهم التي جاءت في الكتاب وفي السنة. رابعا الإيمان بشريعة من أرسل إلينا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هم لهم شرائع، لكن شريعتنا ناسخة لهذه الشرائع، أو الواجب علينا أن نتبعها هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، كما في صحيح مسلم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال. خامسا الإيمان باليوم الآخر، ويتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالبعث، إن الله يبعث من في القبور، الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالجنة والنار. دي الثلاثة أشياء. تفضل أزي حسي ده آخر كلمتين في الحجاب ده، علّه ذاته شخبطة كيف زي النملية بتاعت الشباك. قال آخر كلمتين يا الله يا محمد، ده براو شريك بس خلاه يشوفوك. يا الله آخر كلمة قال يا الله يا محمد آخر. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والدعوة دي معناها في العزبة ماشية كويس والله، الناس دي بيقبلوا الدين فيهم خير، نحسبهم الله حسيبا. والله إذا كان يعني ناس بيجوا بعضهم بيجيب حجباته وإلى آخره ويتوب إلى الله تعالى، ده فيه خير فيه خير، وشباب يجوا يسمعوا الدين وأشياء كثيرة جزاهم الله خير. ونحن ندعو الإخوة إلى المواصلة في تبليغ الدعوة، ونحذرهم ونحذر غيرهم من الحزبية. ما في حزبية، ما في تبقوا جماعة وفي رئيس وإلى آخره، وهذه الجماعة وعندنا وأمر وفي اجتماع وكان ماجد من أحلق لك صلعة، ما في شيء كالأخبة تساي. أبقى حر، حر كتاب وسنة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه ومن سار على نهجه. سادسا الإيمان بالقدر، ويتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء، هو بكل شيء عليم، والإيمان بأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثالثا الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى،
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. رابعا، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها أو حركاتها، والله خلقكم وما تعملون. أما كلمات الله فليست مخلوقة، إنما هي كلمات الله تعالى. والقرآن ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله تعالى. والدليل على أن هذه ليست مخلوقة أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، استعاذة عبادة لا تكون إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الاستعاذة أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهناك في الذكر الآخر أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فدل على أن كلمات الله ليست بمخلوق، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله إن شاء الله تعالى في بعض الكتب كالقواعد المثلى والعقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى.